انا بس نفسي اوري المشاهدين الصور اللي معانا بتاعت الكمبيوتر من اول ما اتعمل. يعني كان في متحف في كندا اتعمل قريب او كان بيعرض بعض الصور يعني لبعض الاجهزه اول ما اتعملت. يعني اول كمبيوتر اتعمل حطوا ليه بعض الصور. بعد كده بقى طبعا مع الوقت يعني ابتدى الموضوع يختلف من ناحيه بقى التكنولوجيا والاختلاف في كل حاجه. ده سنه كام؟ 1940. مش شايف كويس يا مجدي، ده ايه 46؟ يعني ده اول جهاز اتعمل او اول كان متحف برضو بيعرض الصور اللي هي كانت اتعملت للاجهزه في البدايه خالص. ما شاء الله الجهاز، بص دولاب، يعني الجهاز ايه قطر قدامك. يعني ده سنه 55 برضو نفس الكلام، الراجل مش باين من الجهاز قدامه. طبعا ده التسلسل بتاعنا 64 برضو. الموضوع هنا تحس ان هو لا بقى اهدى شويه واحسن شويه. ده هنا سنه 76 الموضوع بقى طبعا تطور شويتين ثلاثه عن الاول. في الاول كان قدامك في مبنى، ده 94 تحسها خزنه كده او تحسها ان هي حاجه في بنك. بس طبعا تطور كتير جدا، عندك في شاشه واضحه هي قدامك، و يعني صح كده ولا ايه؟ اه في شاشه قدامك وفي يعني معالم جهاز واضحه عكس الاول، فعندك في تسلسل شويه من ناحيه الاجهزه. فطبعا الموضوع كان هايل جدا، وان الناس بتعرفها برضو ان انت عندك التكنولوجيا موجوده من زمان، من اربعينيات. عندك حتى لو احنا بنتكلم ان التكنولوجيا ما كانتش بشكل كبير موجوده، الا انها برضو لا بنتكلم ان هنا الانسان دايما بيفكر وبيطور من نفسه لحد النهارده، لحد ما وصلنا للكائن العجيب ده. ده مبهدل الدنيا بارقام خزعبليه، وفي نفس الوقت برضو انت مش عارف تستغنى عنه. طبعا في البدايه هي دي ضريبة التكنولوجيا، وهي دي يعني ضريبة الحياة، ان احنا لازم دايما نطور من نفسنا ونشوف الأجدد والأحدث عشان خاطر نبقى مواكبين كل حاجة.